السلام عليكم ورحمة الله. في الترس الذي سنتعرف من خلاله على طريقة تقطيع جزء من صورة ببرنامج انكسكيب المفتوح الماستر. برنامج انكسكيب هو برنامج مجاني مفتوح الماستر، يمكنك الحصول عليه من الموقع الرسمي. إذا نكتب انكسكيب في محرك البحث هكذا. إذا هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج، قم بالدخول للموقع. إذا هذا هو الموقع، نذهب إلى الداونلود ثم تقوم بتحميل النسخة الخاصة بك. إذا كنت تستخدم لينكس قم بتحميل النسخة الخاصة بلينكس، ويندوز قم بتحميل الخاصة بويندوز، ونفس الشيء بالنسبة للمواقع. مثلا في الويندوز ستدخل ستجد نسختين، نسخة التي تدعم معمارية 32 بايت، والأخرى التي تدعم النسخة 64 بايت. إذا قم بتحميل النسخة التي تريد، قم بتنصيبها بطريقة عادية وتابع الشرح. لتقطيع صورة يجب أن نحصل أولا على الصورة، لهذا أقترح عليكم موقع unsplash.com. هو موقع قوي جدا، فبالإضافة إلى أنه يوفر عدد كبير من الصور العالية للجودة، فهو أيضا من مميزاته أنه يوفر رخصة واضحة جدا. فكل الصور التي يوفر هذا الموقع هي مجانية، ليس هذا فقط، بل أيضا يمكنك التصرف بحرية مع هذه الصور، بحيث يمكنك نسخها، تعديلها، وإعادة توزيعها كما تريد، وأيضا استخدامها حتى لأغراض تجارية. بالتالي هذا موقع قوي جدا. إذا نقوم بالبحث عن صورة أو إدخال كلمة مفتاحية. مثلا على سبيل المثال نكتب كلمة مفتاحية games، ألعاب مثلا، ونقوم بالبحث عن صورة لتقطيع جزء منها كما نريد. مثلا نبحث. إذا نقوم بالصعود مرة أخرى لبحث عن صورة مناسبة. مثلا هذه الصورة صورة لجهاز الألعاب البلاي ستيشن، نقوم بتحميل الصورة هكذا. نذهب لمكان أو مجلد الذي يحتوي على الصورة. إذا هذه الصورة نضغط مثلا بهذه الطريقة على الزر الأيمن للفأرة Open Weight، ثم نختار برنامج Inkscape. أوكي، إذا نقوم بتكبير الصفحة. إذا هذه الواجهة لواجهة البرنامج. طبعا يمكنك التعديل على الصور بطريقة أخرى، وهي القيام بالسحب والإفلات على كل حال. إذا لتقطيع الصورة، أولا لنقوم بتكبيرها حتى تظهر بشكل جيد. يمكنك تكبير مساحة العمل عن طريق النقر هنا. إذا هذه كبيرة قليلا، نقوم بتصغيرها. إذا هكذا تبدو مناسبة. ماذا سنقوم به الآن؟ الآن سنقوم بالاعتماد على هذه الأداة. إذا الذي سنقوم به هو أننا سنقوم بتحديد الحواف بهذه الطريقة. إذا نقوم بالتحديد، ننقر ثم ننقر مرة أخرى لتغيير. مثلا يمكنك القيام بهذه الخطوة لجعل التقطيع دقيق هكذا. كل مرة تقوم بالنقر لتغيير نقوم هكذا بتتبع أجزاء الصورة التي نريد تقطيعها بالطريقة. طبعا سأحاول الإسراع. طبعا أنت يجب أن تحرص قليلا على
يعني التقطيع بطريقة يعني دقيقة أكثر. إذا هكذا قم بالاستمرار هذه الطريقة في الأجزاء الخاصة بالصورة التي تريد تقطيعها. إذا نستمر هكذا، مثلا خطوة بسيطة أهو. إذا قم بالتقطيع هكذا، يعني صعوبة التقطيع تختلف من صورة لأخرى. إذا يعني كانت صورة مثلا تحتوي يعني على زوايا كثيرة، فعملية التقطيع قد تستغرق بعض الوقت. إذا هكذا مثلا، إذا هكذا وهكذا. إذا قمنا بتقطيع الجهاز، ربما يعني لم نقطع لم أو لم نحدد الشكل هنا بشكل جيد. على كل حال، فالمهم هو الطريقة. إذا نقوم بنقر هنا لتحديد المسافة التي قمنا بتقطيعها، ثم ننقر هنا. على كل حال، إذا لم تكن تعرف يعني كيف تقوم بجلب هذا المربع، سأقوم بإزالته. هو النقر هنا أولا، ثم فايل اند ستروك. إذا نقوم بالنقر هنا، ومثلا تغيير هذا الشكل إلى اللون الأبيض. الآن ما الذي نقوم به هو النقر على الزر الذي فوق الكنترول، تحديدا هذا الزر، هذا الزر Shift L. نقوم بالنقر باستمرار على الزر من خلال لوحة المفاتيح، ثم النقر على الجزء الآخر من الصورة. إذا النقر على الزر الذي قمت ب إظهاره لكم الآن، ثم النقر على الجزء الآخر. إذا نقرنا على الجزء الذي قمنا بتقطيعه، ثم الجزء الأساسي من الصورة. ثم الآن نذهب إلى Object، ثم Clip، ثم Set. إذا قمنا بتقطيع الصورة كما تشاهدون. أنا يمكنك مثلا إضافة الصورة إلى أي صورة أخرى أو تركها مقطعة. مثلا سأقوم بهذه الحركة البسيطة، مثلا سأقوم بجلب صورة أخرى على سبيل المثال فقط للتجربة. مثلا هذه الصورة سأقوم بجعلها، جعل هذه الصورة في الأسفل. مثلا يمكنك دمج الصورتين على هذا الشكل على سبيل المثال فقط للتجربة. مثلا نقوم بحذف الصورة. إذا هذا هو الشكل، الجزء الذي قمنا بتقطيعه عن طريق برنامج إنكسكيب. أتمنى أن يكون هذا الشرح مبسط وأن تكون قد استفدت منه. يعني إذا كانت هناك يعني أي أسئلة، أي شروحات، مثلا تريد تعلم تصميم شيء ما، يمكنك إخباري في التعليقات لكي أقوم بإعداد الشرح لك. إذا شكرا لكم.